شكرا. أنا الجملة الإسمية. لدي مثل واحد، وهذه تتكون من غرفتان، الغرفة الأولى المبتدأ والغرفة الثانية الخبر. وقد دخلوا إحدى أخواتها إلى منزلي، وقد دخلوا غرفة المبتدأ وغيروا من حركتها، وهذا الشكل لا يعجبني، فقط أنا أطلب العدل. أين إنا وأخواتها؟ أنا إنا وأنا أنا ونحن التوأمان نفيد التوكيل. أنا لكن وأفيد الاستدراك. أنا كأن وأفيد التشبيه. أنا ليت أفيد التمني. أنا لعل أفيد الترجي. سيد القاضي، نحن لم نغير شيئا في غرفتها، ولكن غيرنا حركتها من الضمة إلى الفتحة، وهذا لا يغير شيئا بل يقوي الكلمة ولا يضعفها، ونحن نطلب العدل. الحكم بعد الجلسة. محكمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد النظر إلى الآيات القرآنية والأبيات الشعرية، اتضح أن إنا وأخواتها بريئات من التهم. يحيى العدل، يحيى العدل. أنا أعترض، وما دليلك؟ سيدي القاضي، لقد وصلتنا رسالة من إنا وأخواتها. ذكر في القرآن الكريم أن إنا وأخواتها تدخل على المبتدأ وتغير حركته من الضمة إلى الفتحة. مثال: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. رفعت الجلسة.